لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لموضوع آخر. وجامعة طنطا بتشهد لأول مرة على مستوى الجامعات استخدام أحدث تقنيات الدمج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي، أو اللي ما يطلق عليه الميتافيرس، لتدريب وتنمية مهارات الطلاب. ده جزء أكيد من مميزات الجيل الرابع من الجامعات الذكية والتحول الرقمي. خلينا نفهم ده أكتر من دكتور محمود دكي، رئيس جامعة طنطا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضرتك يا أستاذة جمانة وأستاذ أسامة، وعلى مجهودكم الكريم وعلى جمهوركم حسام. يا فندم حسام، لا مؤاخذة، أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أنا مش قاعد قدام التلفزيون، بس أنا عارف صوت الأستاذة جمانة. أهلا بيك يا فندم، منورنا ومشرفنا. طيب يعني يا فندم، احنا بنسمع على دايما مصطلح ميتافيرس بقالنا فترة، بعد ما مارك زوكربيرج تحدث عنه وعن التطور اللي هيحصل في المواقع التواصل الاجتماعي تحديدا فيسبوك وما الى ذلك، لكن لسه ما سمعناش تطبيق للميتافيرس ده على ارض الواقع. فلو حضرتك تفهمنا وتفهم الساده المشاهدين مفهوم تطبيق الميتافيرس او الدمج في عمليه التعليم وما يتضمنه طبعا من مميزات يستخدمها الطلاب في جامعه طنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك تسمحي لي في البدايه طبعا اقول احنا ليه بنعمل كده؟ يعني ايه الهدف الجوهري من الاتجاه نحو التكنولوجيا؟ احنا ممكن يا فندم نشرح بس الاول ايه اللي احنا بنعمله، وبعد كده نوضح للناس ليه بنعمله، عشان بس يعني نبقى ماشيين في مسار سليم. يعني الجامعه طبعا حريصه على الاستفاده من التقنيات المتقدمه علشان تدعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع من الجامعات الذكيه، وتدعم مشروع التحول الرقمي ورقمنه الخدمات وتنميه مهارات الطلاب بتوعنا ودعم الابتكار. الاجتماع الشهري بتاع مجلس الجامعه امس اطلقنا اول تجربه من نوعها في الجامعات في مجال تكنولوجيا الميتافيرس، اللي هي التكنولوجيا الدوليه، اللي هي لا زالت تحت التجربه ولا زال فيها اكثر من مرحله من المراحل. في الدمج ما بين الواقع المعزز اللي احنا بنسميه الاوجمانتد رياليتي والفيرشوال رياليتي او الواقع المعزز او الافتراضي، باستخدام تقنيات جديده بتحول بتخلي المشاهد بيعيش تجربه حقيقيه وكانه بيتجول داخل بيئه، هي بيئه حقيقيه مش افتراضيه زي ما هو موجود في الفيرتشوال رياليتي، ويتفرج على اجزائها ويعايش الحدث نفسه. على سبيل المثال ادي حضرتك نموذج، لو انا مثلا عندي مدرج فيه 500 طالب في كليه الطب او 400 طالب، وعايزهم يشاركوا في ان هم يشوفوا عمليه جراحيه بتتم بالفعل. ده بيكون من الصعب او من المستحيل ان انا ادخلهم في جوه غرفه العمليات في نفس الوقت اللي بتتم فيه العمليه، فضلا عن التزاحم وعدم القدره على الرؤيه بشكل جيد، طبعا غير الكروس انفكشن او انتقال العدوى. انا ممكن جدا اخلي الطالب يعايش العمليه الجراحيه كانه جوه اوضه العمليات بالفعل، وينتقل من نقطه لنقطه ويجي جنب. ده باستخدام يا فندم باستخدام اي يعني اي نظاره او اي؟ لا، هو طبعا في تقنيات احنا الحقيقه بقى لنا الحقيقه شهور طويله بنعمل ابحاث في هذا المجال، واستوردنا معدات وتجهيزات متعدده في هذا الامر، فجبنا طبعا نظارات في ار مخصوصه مختصه من الولايات المتحده، وجبنا اجهزه كمبيوتر متخصصه وكاميرات متخصصه علشان نقدر ان احنا نواكب هذه الرؤيه، او يعني نقدر ننفذ اول تجربه بالفعل في مجلس الجامعه، علشان دايما احنا يعني بنلتزم بتقديم العمل وهو شبه مكتمل او مكتمل مش مجرد فكره. فلما يعني قدمناها لمجلس الجامعه على اساس ان العمل شبه انتهى، او طبعا البحث العلمي فيه بيستمر اكتر، والعالم كله بيتحرك دلوقتي في هذا الاتجاه، جامعات كثيره في العالم حتى المتقدم لم تستخدم هذه التقنيات. طيب يعني عند ابنائها. دكتور محمود، عشان نحط خط فاصل ما بين الامرين، الواقع المعزز او الاوجمانتد رياليتي او الواقع الافتراضي. الواقع المعزز هي صوره حقيقيه لمكان ما موجود على أرض الواقع، لكن بيكون في حضور عن طريق فيرتشوالي أو عن طريق تكنولوجي، بيكون الناس موجودين في المكان اللي موجود على أرض الواقع بيقدروا يشوفوا المكان، زي مثلا الزيارات اللي بتكون موجودة لكثير من المتاحف على الإنترنت. أما الواقع الافتراضي فهو بنبني مكان من نسج الخيال، هي محاكاة للحاسب الآلي لبيئة حقيقية، محاكاة زي السيميليتر بتاع الطيران
بالظبط يا فندم، زي تمام. بس بيبقى مسجل، يعني بيبقى مسجل مظبوط بتتفرج عليه. طيب انما الميتافيرس الحقيقه بيمزج بين الاثنين، يعني الواقع حقيقي بالفعل والتواصل حقيقي، يعني الشخص نفسه بيستطيع ان يكون شبه، مش شبه، هو يعني حضرتك لما بتبدا تلبس النظاره، طبعا النظارات دي كلها انواع متعدده طبعا والتجهيزات مختلفه وبتختلف طبعاً. امكانياتها على حسب السعر والتكنولوجيا المقدمه. لما بتتعامل مع الفيرتشوال رياليتي او الاوجمانتد رياليتي غير لما بتتعامل مع الميتافيرس. طيب انا كطالب انا كطالب يا فندم في الجامعه، ازاي بستفيد من دمج الاتجاهين عشان اخرج بمعلومه تفيدني في حياتي الدراسيه؟ انا الحقيقه اديت نموذج ان حضرتك ممكن جدا انك كطالب مثلا في كليه الطب، حضرتك ممكن تحضر عمليه كامله وتحضر مع الجراح وتقف جنب ايده، او تغير زاويتك تقوم تتحرك تقف جنب الناحيه الثانيه، تقف فوق راس المريض. ده الواقع المعزز. لا هو لا، ده عباره عن مزج ما بين الواقع المعزز، لانك انت بتبقى متواجد بشكل يعني فيرتشوال في نفس الوقت. طب ما هو ده يخلينا يا فندم نسال سؤال لحضرتك بتتكلم فيه. الميتافيرس الفيسبوك نفسه او شركه ميتا اللي من الشركات اللي تحت شركه ميتا، شركه فيسبوك لسه بتعمل على هذه التكنولوجيا ولم تطرحها كاملة. لا هو ازاي بقى قدرتوا في الجامعة ان انتوا تحققوا ده لحاجة تكنولوجيا اكبر شركات الهاي تاك في العالم مش لسه ما انتهتش منها؟ بالضبط. الميتافيرس الحقيقة هو مجال جديد جدا في العالم، والابحاث فيه بدأت من الدمج الاول خالص ما بين الفيرشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. الشيء اللي بيبحثوا فيه حاليا هي التواصل الفعلي. يعني ايه التواصل الفعلي؟ يعني ان حضرتك مش مجرد انك تزور العمليه، لا ده حضرتك ممكن انك انت تتاتش او تلمس شيء، او انك انت لو مثلا بتزور مقبره انك تلمس الجدران بتاعتها، انك انت تتفاعل مع البيئه الواقعيه مش الافتراضيه بقى هنا بشكل افتراضي، يعني انك تتفاعل مع البيئه بشكل افتراضي. ده العالم كله لسه ما وصلوش، لكن هي اول خطوه العالم بدا يفكر فيها انه يدمج ما بين بيئه حقيقيه مع مستخدم حقيقي. يعني هي بيئه حقيقيه يا فندم لانه بيكون بالفعل العمليه مثلا مسجله. بالظبط، البيئه حقيقيه. انت الحاسوب هنا ما بيبنيش بيئه افتراضيه زي ما موجود. هي بيئه واقعيه، وباستخدام النظارات اللي حضرتك تحدثت عنها بيقدر الطالب انه يكون موجود ويشارك. يشارك مشاركه مش ملموسه، يعني يقدر يستشعر يعني يحس. يعني حتى حضرتك نموذج، حضرتك ممكن تفرجي الطالب على العمليه الجراحيه على التلفزيون او فيديو، بس انت ولا الطالب ولا اختار زاويه الرؤيه ولا حتى. هي وضحت الفكره دي يا فندم الحقيقه. بس اخيرا، هل في سنوات دراسيه معينه بيتم فيها تطبيق هذا النموذج يا فندم، او تخصصات بعينها؟ طبعا خلينا نتفق ان احنا لسه في بدايه التجربه، واحنا في البدايه خالص كنا بنعمل السيتنج الاولاني او التنظيم والبحث، الجزء البحث العلمي الخاص بمحاوله التطبيق، لان زي ما استاذ حسام قال ان الموضوع جديد على العالم كله مش علينا احنا بس. فاحنا قدرنا ان احنا الحمد لله خلال الست شهور اللي فاتت نصل لشيء جيد جدا. هنبدا نحط برنامج ازاي نستفيد من هذه التقنيات في كل مجالات البحث العلمي ومجالات التعليم، وتقديم ارقى مستوى التعليم يتناسب مع الجمهوريه الجديده اللي نادى بيها فخامه الرئيس، واللي هي بتحط فلسفه جديده لفكره مش مجرد حياه كريمه بس، لا، حقوق الانسان في الحصول على تعليم متقدم بكل وتعليم تاكيد جيد. يا فندم بكل تاكيد. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود دكي رئيس جامعه طنطا، نشكرك يا فندم.